بعدنا مستمرين معكم في هذه التغطية ليوم الشهيد. طبعا برد لك سعادة سالم النار، إذا تكلمنا في هذا اليوم إلى أي مدى نحن بحاجة إلى تعزيز الوعي وتطوير مفاهيم لدى أبناء المجتمع وخاصة الأجيال الجديدة في يوم الشهيد؟ بعد دائما لما نرجع لبدايات قيام دولة الإمارات العربية المتحدة واهتمام المغفور للشيخ زايد رحمة الله عليه، نعم، ركيزة أساسية في هذا المجتمع يقول التنمية البشرية، نعم، والاستثمار الحقيقي في هذا الإنسان لبناء هذا الوطن. صحيح. نعم. لما بنوا هذا الوطن ونشوف نتائج قدامنا والعالم كله يشوف دولة الإمارات العربية المتحدة ما كانت في السابق وكيف أصبحت الآن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هذا ما أتى من فراغ، أكيد، من جهد، من تعب، من تضحيات، من سهر، من عقول كانت تشتغل. هذا الشيء يجب أن يكون يعني واضح لأبنائنا أن ما تنعم فيه من أمن وأمان وراحة والحمد لله رب العالمين رغد العيش لم يأتي بالساهل، من تضحيات اللي قبلنا، تضحيات اللي قبلنا أكيد طبعا، نعم، مش إلا إحنا بس، يجب الحفاظ عليه. والحفاظ عليه يتطلب منا بدل الروح، بدل النفس، بدل الغالي، من أجل أن تحافظ على هذه النعمة اللي أنت فيها، لأنك أنت بالمقابل حواليك ناس أكيد منهم من يتشكر لك النعمة هاي ويقول جزاهم الله خير ونعم، ومنهم من يحسدك أكيد أكيد ولا لا طبعا، ويسعى إلى بد سموم وتدمير هذا الوضع. نعم. فيجب يكون لدينا وعي لدى أبنائنا أنك أنت معني بحماية هذه المكتسبات، نعم، اللي بدلت فيها أو بدل فيها إن كان شيوخنا، إن كان قادة موجودين في هذه الميادين كلها منتشرة، يجب أن نحافظ على هذه المكتسبات. وقد يضطرنا مرات أن احنا نحمل السلاح، صحيح، للدفاع عن أرضنا، للدفاع عن أي شيء يمس أمننا لو كان خارج الحدود، نعم، بعيد عن ذلك. هذه القيمة يجب أن يعيها أبنائنا اللي تعيش فيها بأمن وأمان نتيجة كذا. لكن تأكد إن لم تحافظ عليه هناك بيكون أشخاص آخرين يسعون إلى تدمير هذا الأمن، يسعون، نعم، إلى زعزعة هذا الأمن. فيجب أن تكون لدينا ثقافة أن نكون دائما حريصين على المحافظة على هذه المكتسبات بحمايتها. والحماية مثل ما قلت تتطلب مرات بدل الروح طبعا في هذا الجانب. وفعلا نحن عندنا وعي، يعني تشوفه من أساس المدرسة، من الروضة، من عند الياهل، نعم، يعني يحفزون ويحطون هذه القاعدة في 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 أدمغتهم، يخرطونهم في المجتمع أن هذا يوم الشهيد، هذا عيد الوطني، هذه مسؤوليتكم. بالإضافة هذه، نعم، أستاذ ريم، يجب أن يكون لديهم أبنائنا وعي برموز الوطن، نعم، هاي مقولة زايد رحمة الله عليه، الله يرحمه، هذه مقولة شيوخنا السابق، هذه مقولة سيدي صاحب اسمه الشيخ خليفة، هذه مقولة سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد، هذه مقولة سيدي الشيخ محمد بن زايد، هذه مقولة شيوخنا اللي هم يعني الحاضنين لهذا الوطن بحبهم وإنسانيتهم. هم يرتؤون فيكم الخير، يرتؤون فيكم الحمد لله رب العالمين البذرة اللي زرعها زايد في هذا الشعب، انكم انتم تردون جميل معين لهذا الوطن. اليوم ما نمنى احنا شيء للوطن، الوطن اللي يمن علينا اكيد احنا، أكيد. مهما بعد قليل مهما قدمنا، مهما قدمنا ما نوفي الوطن حقه. يجب ان يعي ابنائنا، نعم، هذه الفكره وهذه القيمه، صحيح طبعا، بالتالي يعرف مسؤولياته ويقوم بواجباته على اكمل وجه. اكيد، نعم، اكيد. اصحاب السمو الشيوخ والقاده تواجدوا في ساحات الوغى قبل ابنائهم في ان، نعم، يتواجدوا في تلك الاماكن، ومن ثم شاهدناهم في كثير من المشاهد. من أجمل المشاهد مشهد يظهر مدى التعاون، مدى الوحدة الإماراتية بتواجد الشيوخ في خيم العزاء لأبناء الشهداء وتكاتفهم مع أسر الشهداء. فنحن نتكلم عن زيارات أكيد جسدت مفهوم البيت متوحد، نبغي صياغة أخرى لهذه الكلمة وأيضا حديث عن هذا المفهوم وعن هذا المشهد الراقي جدا لقادتنا وشعبنا. قبل لا نتكلم عن تواجدهم في خيم العزاء، هم كانوا متواجدين في ساحات القتال، نعم، صحيح، نعم، في قبلهم أكيد، هم شيوخنا أبنائهم موجودين في ساحات القتال، نعم، للعلم يعني مش يعني هم متواجدوا اليوم بس، لا، هم وأبنائهم موجودين، وهذا الشيء مسجل بالتاريخ، نعم، يوم ما مرت فيه المنطقة من أحداث
حرب تحرير الكويت كان الشيخ محمد بن زايد موجود معنا. صحيح. يبيت نفس الخندق معنا. يكون موجود، له زيارات موجودة وموثقة موجودة، وكان من أول الداخلين معنا إلى أرض الكويت. نعم. أيضا بالمقابل بالمرحلة هاي بحرب اليمن الحين موجودة الآن، هم موجودين أبناء شيوخهم وأبنائهم كلهم موجودين وتعرضوا لإصابات، والله يحفظ الجميع إن شاء الله تعالى. آمين. نعم. وتواجدوا في الصومال وتواجدوا في كوسوفا وتواجدوا في جميع، يعني حتى يكون العالم يعرف أنه مش أبناء الوطن، حتى أبناء قادتنا شيوخنا وهرمنا. قادتنا. نعم. هم موجودين في الصفوف الأمامية. نعم. لكن لما تقول خيام العزاء ويقوم أصحاب السمو والحكام بأنفسهم والقادة وأبناء الشيوخ الله يطول عمارهم أولياء العهود المجتمع ككل بتعزية أصحاب أو يعني ذوي الشهيد، الشهيد طال عمرك الحمد لله رب العالمين، يعني ذوي ينسى تعبه طبعا، ينسى ما فقد، يقول أنا اللي فقد فقد الوطن كامل، الله أرسل له الصبر بهم. نعم الله أرسل الصبر. هذه مشاركة بالمعاناة. اليوم هذا اللي يعني استشهد مش من بيتك أنت. نعم. هاي من دولتي أنا، أنا طال عمرك معاك وشاطرك الحزن وأواسيك في هذا الشيء وأشد على إيدك، لأن هذا فخر للإمارات. نعم. وفعلا إحساس يعني ببيت واحد، إحساس بإنسانية واحدة اللي تربطنا ما بين بعضنا البعض، بعيد عن نسب، بعيد عن مسمى مشترك ما بيننا، كل المسمى اللي يجمعنا إماراتي. صحيح. في حب هذه الأرض وحب هذا الوطن. فتواجد شيوخنا ما هي جديدة ولا هي يعني بالشيء اللي يعني هي من عاداتنا وتقاليدنا. نحن ضرينا عليهم. هم متواجدين. أكيد ضرينا عليهم. بالأفراح أيضا حتى نذكر بعد هم متواجدين، لكن بخيام العزة تواجدهم يعطي بهجة. أنا بقول لك لما يكون أقول لك الحين بعد شوي الشيخ بيه بمر عليهم، ودخول الشيخ فعلا لأصحاب السمو الشيوخ لخيام العزة تحصل يمر على الناس كلها. نعم. ويسلم عليهم، مش اللي يسلم، يحتضنهم. نعم. الناس تشعر يعني بسعادة كبيرة أن هذا الشخص يعني صاحب السمو كان أو أولياء العهود نواب الحكام أبناء الشيوخ يكونوا موجودين معهم، والحكام نفسهم. نعم. الحكام أنفسهم. نعم. نعم. يكونوا جالسين معهم، في منهم ما يكون له زيارة مرة ومرتين وثلاث لخيم العزاء. طمأنينة تامة. نعم. نعم طمأنينة وشعور بالانتماء. اليوم أنا مش اللي أن ولدي صار قال أنا بروحي حاضر، وانت تشوفون بالتلفزيون يعني وتشوفتم بأثناء عرض وسائل التواصل الاجتماعي، يقول أنا حاضر أنا وعيالي الباقيين كلهم حاضرين. نعم. نلبي نداء هذا الوطن. أكيد. زين إذا تكلمنا عن دقيقة الصمت اللي كانت اليوم الساعة 11:30 وما راح نتكلم بس فقط في الإمارات، كل من يعز عليه اسم الإمارات كان يعني متحد مع هذه الدقيقة وكان فعلا موجود تأثير كل مقيم وكل مواطن في هذه الدقيقة، فماذا تفسرون دقيقة الصمت هذه؟ أستاذتي اليوم الألم مثلا اللي يشعر فيه في الإمارات يشعر به المقيمين معنا. صح. ليش؟ لأنهم عرفوا قيمة أخلاق الإماراتي، عرفوا أبناء زايد. نعم. ومنهم اللي حق على الشيخ زايد رحمة الله عليه وتعايش معاه وتعايش معاه بشكل مباشر. صحيح. سمعه في خطابه، سمعه في كلامه، سمعه في حديثه. نعم. لما يتكلم معاه كان ما يتكلم مع أبناء يعني غير أبناء وطنه، اللي يتكلم كأنهم أبناء وطنه وكأنهم في يعني في حاضنة واحدة. فكان اليوم تفاعلهم أيضا مع هم لو تلاحظين في قيام العزة أيضا هم موجودين ويمروا على قيام العزة ويقوموا بواجب التعزية الآخرين، واليوم وجودهم اليوم وشعورهم بيوم الشهيد لهم أيضا مبادرات. تشوفهم إحساسهم بقيمة هذا اليوم، إحساسهم يا أخي كأن يقول عجيب يا أخي دولة الإمارات ما شاء الله عليهم، بحبهم ل قيادتهم، بحبهم لوطنهم، بحبهم ليوم الشهيد، بحبهم أن دائما يبادرون بالشيء الإيجابي أيضا، حتى لو كان يوم الشهيد يوم حزن حولوه يوم فرح يفتخر فيه الجميع. فشعورهم يعني يعكس حب مجتمعنا السابق، يعني قيادة مجتمعنا السابق لأبناء انعكس على المقيمين معانا بحبهم أيضا المقيمين ل أبناء هذا الوطن ولها قيادة هذا الوطن. وفعلا وطننا قدم الكثير لكل المقيمين طبعًا. وكل إماراتي، ففعلا تحصل الكل يبي يساهم، الكل يبي يكون في هذا اليوم. نعم. الكل يبي يعبر حتى عن حزنه وعن فرحه في يوم الشهيد. نعم صحيح. أكيد. اليوم كانت كثير من المشاهد يمكن حضرت بعض منها لو تخبرنا عنها. شوف في ما شاء الله عليهم عدة فعاليات وكل الفعاليات يعني يوم الشهيد، لكن كلها استعداد للتضحية. نعم. استعداد لبدل الروح. نعم. أطفال شفناهم ما شاء الله عليهم في سن الروضة وما فوق، عندهم الوعي
الوعي يا رجل. قاموا يتدربون تدريبات عسكريه في المدارس، تشوف من فعاليات تدريبات عسكريه، مش التدريب مشي عادي، كان في بعض منهم يقوم بعمليه اقتحام لمواقع معينه تأوي يعني عناصر خارجه على القانون ارهابيه او غيره. نعم. شوف هذا الطفل ما شاء الله لديه الحس، يقول لك بحب لهذه الارض، بحب للقياده، بحب لهذا الوطن، فتشعر تشعر بالطمانينه يا رجل. نعم. لمستقبل. نعم. ان شاء الله تعالى في ايدي امنه ان شاء الله تعالى. سعاده سالم، انت كعضو مجلس وطني اتحادي، انتم صله القياده ايضا بالشعب واهاته وحاجاته، فالمسؤوليه عليكم في ترسيخ الوحده الوطنيه، ودوركم اللي تلعبونه في انكم بث الروح الوطنيه في ابناء دوله الامارات وشعب دوله الامارات. المجلس الوطني الاتحادي اعضائه 40 جزء لا يتجزا من بقيه مجتمع دوله الامارات، وانت احد اعضاء هذا الوطن، وانت احد اعضاء هذا الوطن، وكل من منا موجود في هذا الوطن، ما اعتقد انه بيبخل بمعلومه وطنيه تعزز روح الولاء والانتماء لنا جميعا. نعم. في هذا المجتمع. ولكن كخصوصيه للمجلس الوطني، دائما اعضاء المجلس الوطني جزاهم الله خير، من رئيس معالي رئيس المجلس الوطني او الاعضاء، دائما بمحاضراتهم او لقاءاتهم او الندوات والورش اللي تقام، ان كان بشكل رسمي او بشكل فردي في المؤسسات الدوله، كلها دائما عزول الولاء والانتماء لهذا الوطن والاحساس بالمسؤوليه تجاه هذا الوطن. نعم، جزئين، هناك حقوق وهناك واجبات يجب ان نعيها جميعا ونضحي دائما من اجل هذا الوطن. المفاهيم عده، لكن الاسلوب اللي تم التواصل فيه والطرح اللي تم التواصل فيه بحب زايد رحمه الله عليه، بحب خليفه الله يحفظه ويطول عمره، بحب شيوخنا، يجب ان يصل الى الجميع، والتفاعل يكون بطريقه اخلاص العمل. نعم. فاحنا دائما نقول اخلاص العمل، التضحيه من اجل هذا الوطن، لابد ان تكون هناك بعض الامور سلبيه، ولكن الوطن طال عمرك يستحق الكثير منا، يستحق التضحيه، يستحق العطاء، يستحق منا ان دائما نكون نصب اعيننا. اليوم التميز والابداع والابتكار والطرح الجديد اللي تتنافس فيه دولة الإمارات ما ينعكس على الشخص، إنما ينعكس على دولة ومجتمع. فدائما أعضاء المجلس الوطني حريصين على تعزيز المفاهيم الوطنية لدى الشعب، وهم رسالة الشعب أيضا إلى الحكومة. أنتم صوت. نعم. القيادة وصوت الشعب. نعم. يعطيكم العافية. نعم. طبعا إذا ما تكلم سعادة سالم بن نار على أهمية الوحدة الوطنية والمجتمعية وتكاتف كل فئات المجتمع خصوصا في هذا الوقت وهو يوم الشهيد. ما في شك. احنا التكاتف يعني تشوف انت اليوم لما تشوف اصحاب السمو الشيوخ الحكام متواجدين مثلا في ساحه الكرامه. نعم. متواجدين بعد يومين ان شاء الله تعالى بتشوفي وين، باليوم الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده الثاني من ديسمبر. تواجدهم قبل فتره بيوم العلم. نعم. وانت تشوف رمز من رموز هذه الدوله اللي تحبه، ودائما تكون حريص انه يكون هذا الرمز يعني قدوتك. نعم. هذا نفس نتنفس منه هذا الرمز الموجود، فدائما هم قدوتنا، احنا على غرار قدوتنا. نعم. احنا على نهجهم دائما نمشي. هذا الشيء لابد ان ننقله، مش انا طالع بس، حتى اشرحه لابنائي. نعم. اوضح المجتمع اللي انا عايش فيه، اتكلم معاهم ان كان في اي بغا. مش اللي بس في المدارس، حتى مؤسسات العمل انا اذكر لهم هذا الشيء، اقول لهم شوفوا اليوم المناسبه هاي انعكاس، شوف اصحاب السمو اهتمامهم بتواجدهم دليل على شيء. شو الدليل؟ اللي يحبهم لهذا الوطن. نعم. حبهم لهذه القياده، حبهم لهذا الشعب، حبهم لهذه الارض، حبهم باخلاصهم لان يكون دائما اسم دوله الامارات العربيه المتحده متميز. تضحيات لابد منها، لكن الشيء يجب ان تستشعر فيه انت شيء يعني يحرك مشاعرك غير حب شخص لاخر. فدائما هذه المشاعر يجب ان تنتقل من والى. نعم. كنت واسطه ما بين هالشيء، بنقل هاي الاحاسيس والمشاعر الى ابنائنا، يعني في هدف طبعًا تريد ان تصل اليه. برايك هذه حصانه للشعب من مما يدور حوله من افات او تطعيم. من فتن؟ تطعيم. نعم. انت تعطيهم جرعه وطنيه، اذا ما تعطيهم انت الجرعه الوطنيه في غير قياس يترصد لهم. صحيح. صح. نعم، هذا الشخص هذا موجود بالخارج، لا تظن نفسك انت في منأى عن الاحداث الخارجيه نهائيا. اشخاص برا يرقبونك،
لكن انت ما شاء الله عليك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، فضل قيادتنا ثم فضل قيادتنا، محصلين من هذا العنصر الخارجي السلبي. احنا دائما الحمد لله رب حريصين. ليش يقول سيدي الشيخ محمد زايد البيت متوحد؟ احنا اسره واحده، تواصل ما بين بعضنا وبعض، اسره واحده يجمعها الحب، يجمعها التواصل الطيب، يجمعها الرحمه، يجمعها الانسانيه، يجمعها حب الامارات. نعم الله يحفظك. نقدر نقول حصنتك بسم الله يا وطن، هذه اجمل كلمه ممكن نقولها. الله يحفظنا ويبعد عنا كل من يرانا بعين الحسد، وكل من يشكك بولائنا ووفائنا. نحن نجدد العهد كل عام وكل ثانيه وكل دقيقه في دمائنا ونفديها بعيانا. شكرا لك، ما قصرت على وجودك معنا في هذا اليوم. انا اشكركم هذا اللقاء الطيب، ودائما نقول الله يرحم شهدائنا ويحفظ جنودنا ان شاء الله تعالى، ويدوم علينا القياده الطيبه، ويدوم علينا نعمه الامن والامان ان شاء الله تعالى. الله يحفظك. نعم. كل الشكر لك. الله يسلمك. سلام. مشاهدينا كل الشكر لسعاده سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي. نبقى معكم طبعا بعد هذا الفاصل مع نشره الاخبار، تابعونا. مشاهدينا الأكارم، نحييكم في نشرة الأخبار من قناة الظفرة لهذا اليوم، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة السير إليوت فيتزروي بالغريف حاكم عام بربادوس، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير إليوت فيتزروي بالغريف. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام فعاليات يوم الشهيد، وذلك في واحة الكرامة في العاصمة أبو ظبي. كما حضر الفعالية فضيلة الشيخ عبد الله بن بيا رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي في أبو ظبي وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والشرطة والمسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمجلس الأعلى للأمن الوطني والمجلس الوطني الاتحادي والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وأسر الشهداء وذويهم، وحشد غفير من كبار مسؤولي الدولة وممثلي الجهات الإعلامية. وعند وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام الإمارات إلى واحة الكرامة، بدأت المراسم الرسمية الخاصة بيوم الشهيد، حيث توجه أصحاب السمو الشيوخ إلى نصب الشهيد، وتم عزف الموسيقى العسكرية، تلاها إطلاق 21 طلقة مدفعية، ثم وضع أصحاب السمو الشيوخ أكاليلا من الزهور أمام النصب وفاء وعرفانا بتضحيات شهدائنا الأبرار. بعدها عزفت موسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات، ومن ثم حلق فوق سماء الواحة عدد من طائرات سلاح الجو الإماراتي بتشكيل الجندي المفقود. وقام سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرا العامري قائد القوات البرية ونيابة عن أسر الشهداء بإلقاء الكلمة الافتتاحية، أكد فيها أن الاحتفال بيوم الشهيد يعد تذكيرا لنا جميعا بأن ما نعيشه اليوم من حرية ورخاء إنما هو بفضل تضحيات شهدائنا الأبرار. وقال إنه إذا أردنا أن يكون مستقبل حياتنا وحياة أبنائنا وأحفادنا حياة آمنة مطمئنة، فإنه يتوجب علينا تقديم التضحيات والفداء. وأشار قائد القوات البرية إلى الدور الرائد للنقيب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والملازم أول الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل باليمن، واللذين تعرضا للإصابة في القتال، داعيا الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على أبطالنا المصابين وأن يرحم شهداءنا الأبرار. ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام الإمارات بتكريم ذوي الشهداء وعددهم 28 شهيدا بتسليمهم وسام الشهيد تقديرا واعتزازا بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني. هذا وقد افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان مركز الزوار التفاعلي الجديد الخاص بواحة الكرامة، الذي يضم عدة أقسام يتعرف من خلالها الزوار على قيم الإيثار والبذل والعطاء التي تتجسد من خلال تضحيات شهداء الإمارات وأبطالها على مر التاريخ، وتمنحهم الفرصة لمعرفة المزيد عن هؤلاء الأبطال من خلال الاطلاع عن كثب على مقتنيات الشهداء والقيم التي يمثلونها وعطاءاتهم اللامحدودة، ليس فقط في خدمة دولة الإمارات فحسب بل الإنسانية أجمع. وتعرف الجميع على ما يتضمنه المركز التفاعلي من لوحات تعرض الإنجازات الإنسانية العظيمة التي سطرتها دولة الإمارات العربية المتحدة ويدها البيضاء التي تمتد لجميع أصقاع العالم، بالإضافة إلى استخلاص الدروس والعبر من معاني ومن رموز واحة الكرامة ومدلولاتها السامية. ويستطيع الزوار هنا ترك بصمتهم الخاصة من خلال مجموعة من أدوات الوسائط المتعددة الحديثة ذات المواصفات العالية. دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبطال وأن يكرم نزلهم وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يتغمدهم بواسع رحمته. جاء ذلك خلال مشاركة سموه جموع المواطنين والمقيمين وقفة الدعاء الصامت التي نظمت في جميع أنحاء الدولة احتفاء بيوم الشهيد واعتزازا وعرفانا بتضحيات شهدائنا الأبرار. كما دعا سموه خلال وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وأن يديم عليها عزها وأمنها واستقرارها وأن يحميها من كل مكروه، لتواصل مسيرتها الميمونة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وشارك في دقيقة الدعاء الصامت سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من كبار ضباط القوات المسلحة وقادتها وفي وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي. هذا وتضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة الوقوف دقيقة صمت والدعاء لأرواح الشهداء في تمام الساعة 11:30 صباحا، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني تعبيرا عن وقوف دولة الإمارات قيادة وشعبا اعتزازا وفخرا بتضحيات شهدائنا الأبرار وعرفانا بما قدموه لوطنهم وشعبهم. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة قبل ظهر اليوم مراسم إحياء يوم الشهيد في الإدارة العامة للحرس الأميري في الشارقة. وجرت مراسم يوم الشهيد بتنكيس العلم ووقوف صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد الشارقة دقيقة صمت ودعاء تخليدا لذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة في الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه. وابتهل سموه بالدعاء للمولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. عقب ذلك رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعزف السلام الوطني من قبل الفرقة العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. وحضر مراسم يوم الشهيد إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وإضافة إلى كبار الضباط وضباط الصف في الإدارة العامة للحرس الأميري في إمارة الشارقة.
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة المبنى الجديد للإدارة العامة للحرس الأميري والتابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة وذلك بقصر البديع العامر. وبعد إزاحة الستار إذانا بافتتاحه الرسمي للمبنى تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة وأقسام المبنى واستهل سموه جولته بالسلام على الضباط وضباط الصف والأفراد بالإدارة العامة للحرس الأميري واستمع بعدها إلى شرح واف من سعادة العقيد جاسم محمد الخيال مدير عام الإدارة العامة للحرس الأميري حول مكونات المبنى من إدارات وأقسام وأفرع وقاعات. كما زار سموه قسم العمليات واطلع على القاعات التدريبية الخاصة بالإدارة ومن ثم توجه بعد ذلك إلى فرع الإعلام والعلاقات العامة وقسم الاستراتيجية وتطوير الأداء. وفي هذا الصدد أكمل صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بزيارة قسم الخدمات المساندة ثم توجه إلى إدارة الحماية الثابتة وإدارة الحماية المتحركة واطلع على آلية وسير العمل في غرفة العمليات الخاصة بالإدارة وما تضمه من أجهزة وتقنيات حديثة. وزار سموه أيضا عددا من المرافق التي يضمها المبنى وقام والحضور بجولة داخل أقسام العيادة الصحية الخاصة بالإدارة وتعرف على الإمكانيات المتوفرة فيها وأهم الخدمات التي تقدمها لمنتسبي الإدارة. ومن ثم توجه سموه إلى الصالة الرياضية وصالة الجوجيتسو. وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد الشارقة مع الضباط وضباط الصف وأفراد الإدارة العامة للحرس الأميري. حضر الافتتاح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وسعادة العميد سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وعدد من الضباط وضباط الصف والعاملين بالإدارة العامة للحرس الأميري. إلى إمارة عجمان حيث حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حضرا مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد بالوقوف دقيقة دعاء صامت تقديرا وعرفانا لجنود الإمارات الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل كرامة وعزة الوطن والحفاظ على استقرار المنطقة وإعادة الحق لأهله. وبدأت مراسم الاحتفاء بوصول صاحب السمو سمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى النصب التذكاري لشهداء الوطن بساحة العلم عند الساعة 11:30 من صباح اليوم والوقوف دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء ومن ثم رفع العلم وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات في وقفة وطنية تؤكد الاعتزاز بتضحيات شهداء الإمارات وتعبيرا حيا عن التضامن مع تضامن الجميع مع أسر وذوي الشهداء. حضر فعالية يوم الشهيد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة يوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وموظفو الدوائر وجمهور غفير من المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة في الإمارة. شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مراسم إحياء يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام. وقام سمو ولي العهد بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي بتنكيس علم الدولة في ساحة العلم بالفجيرة. بعدها شارك سموه الحضور بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن واستقرار الوطن قبل أن يقوم برفع علم الإمارات مصحوبا بالنشيد الوطني. حضر مراسم رفع العلم إلى جانب سمو ولي العهد الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من المديرين والمسؤولين في حكومة الفجيرة. أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين
أكد أن شهداء الوطن ضربوا مثالا في العزم والوفاء والتضحيات لتبقى راية العزة والفخر والاعتزاز عالية خفاقة. جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الشهيد بميدان النصب التذكاري للشهداء بمدينة أم القيوين، حيث بدأ الحفل بدقيقة دعاء صامت للشهداء تثمينا وتقديرا لشهداء الوطن الأبرار وتخليدا لذكراهم الغالية. ثم قام سمو ولي عهد أم القيوين برفع العلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات بعزف الفرقة الموسيقية العسكرية. إلى إمارة رأس الخيمة، وقف سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم بالديوان الأميري في رأس الخيمة دقيقة دعاء صامت على أرواح شهداء الإمارات، وذلك تخليدا ووفاء لتضحياتهم بعدما وهبوا أرواحهم دفاعا عن الوطن ونصرة الحق، وذلك خلال مشاركة سموه بفعاليات يوم الشهيد الذي يصادف 30 من نوفمبر من كل عام. وكانت مراسم إحياء يوم الشهيد قد بدأت في تمام الساعة 8 صباحا بتنكيس علم دولة الإمارات، ومن ثم وقف سمو ولي عهد رأس الخيمة بحضور رؤساء ومدراء الجهات الاتحادية والمحلية دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء في تمام الساعة 11:30 صباحا. بعدها قام سموه برفع العلم مع عزف نشيد السلام الوطني لدولة الإمارات. وفي هذا الجانب قال سموه في هذه المناسبة: إن شهداءنا أو شهداء الإمارات الأبرار سيظلون دوما مثالا يقتدى به في حب الوطن والذود عن ترابه بالغالي والنفيس من أجل أمنه واستقراره ووحدة أراضيه. شارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اليوم بفعالية وقفة الدعاء الصامت التي نظمها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذلك احتفاء بيوم الشهيد واعتزازا وعرفانا بتضحيات شهدائنا الأبرار. ودعا سموه المولى عز وجل أن يتغمد برحمته شهداء الوطن الأبطال وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها عزها وأمنها واستقرارها وأن يحميها من كل مكروه لتواصل مسيرتها الميمونة بقيادة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حضر مراسم الاحتفاء سعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى مدراء الإدارات والأقسام وموظفو الديوان في المنطقة. شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان مراسم فعاليات إحياء يوم الشهيد التي جرت بديوان ممثل الحاكم في منطقة العين صباح اليوم. وبدأت الفعاليات في تمام الساعة 8 صباحا بتنكيس علم دولة الإمارات أمام الديوان، ومن ثم تلتها دقيقة الدعاء الصامت من الساعة 11:30 إلى 11:31، وذلك تبعها مراسم رفع علم الإمارات مصحوبا بالنشيد الوطني. حضر الفعالية عدد من المسؤولين والموظفين في الديوان بمنطقة العين. أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة أن يوم الشهيد هو عنوان مهم للتضحية ووفاء لشهدائنا الأبرار ورسالة عرفان لن توفي ولو جزءا يسيرا من التضحية التي قاموا بها من أجل رفعة وعزة هذا الوطن. وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: إن دماء شهدائنا الأبرار التي سالت لتروي قصص العزة والكرامة ومن أجل إرساء وترسيخ قيم الوفاء للوطن بأروع وأعظم التضحيات دفاعا عن راية الحق وحفاظا على أمن واستقرار الوطن. وأضاف سموه: نحتفي اليوم بهذا وقد أضحت بلادنا بقيادتها وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله شامخة رائدة مبتكرة مبدعة قدم أبناؤها مثالا رائعا للوفاء والولاء والانتماء وأصبحت تتبوأ مكانة عالية ورائدة في المحافل كافة.
أشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس فريق واجب التطوعي بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للقطاع الصحي من خلال توفير أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية والتي تسهم في تقديم أرقى الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتمن الجهود التي بذلتها دائرة الصحة برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة وإدارة مستشفى توام في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى خاصة الأطفال للوصول إلى مستوى جودة وكفاءة المراكز العالمية المرموقة. جاء ذلك خلال زيارة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد لقسم الأطفال أو قسم أطفال مرضى السرطان بمستشفى توام بمدينة العين بمبادرة من فريق واجب التطوعي بمناسبة اليوم الوطني 46. واطلع الشيخ خليفة بن محمد بن خالد خلال الزيارة على خدمات العلاج والوقاية والتوعية التي تقدم لرعاية الأطفال المصابين في القسم، وتحدث إليهم وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة الوطنية، مما كان له أثر واضح في التخفيف من معاناتهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم. وتبرع الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان وأعضاء فريق واجب التطوعي بالدم بمناسبة اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات. شهد الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان يوم أمس الاحتفال الذي نظمته جمعية أصدقاء البيئة بمناسبة اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات، وذلك على مسرح دعم اتخاذ القرار في مجمع إدارات الشرطة في العاصمة أبوظبي. وحضر الاحتفال المستشار أحمد لاشين من سفارة جمهورية مصر العربية والقس بشوي فخري من كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في العاصمة أبوظبي وسيفي نوغوايا من مجموعة اللولو القابضة. وقدم الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته خلال الحفل التهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات، موضحا أن الجمعية تهدف للاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها من أجل سلامة الإنسانية، وإلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي والتعريف بالأخطار المحدقة بالبيئة والأساليب الكفيلة للحفاظ عليها، موجها الشكر إلى الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان لرعايته وحضوره هذا الاحتفال. كما كرم الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان الرعاة وكبار الشخصيات وهم القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أدنوك وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووكالة أنباء الإمارات وام، وبجانب عدد من الشركات، فيما قام والحضور بجولة في المعرض البيئي المصاحب للاحتفال الذي تشارك به عدة جهات حكومية. احتفت وزارة الداخلية بيوم الشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين ارتقوا للعلا شهداء دفاعا عن الوطن والحق والعدل، ووهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية. ونكست وزارة الداخلية العلم في الساعة 8 من صباح اليوم ورفعته عند الساعة 11:30 صباحا فوق السارية في مبنى الوزارة. وأعربت قيادات وزارة الداخلية وكبار ضباط الشرطة عن عظيم الفخر والاعتزاز بأبنائنا الذين استشهدوا في ميادين الشرف دفاعا عن الحق في سبيل أداء الواجب، الذين سيبقون خالدين ذاكرة الوطن وضمير الأمة مشاعل تستنير بها مسيرة العطاء وهمم الأجيال لتبقى راية الوطن خفاقة في العلياء. وقالوا إننا نعبر في هذا اليوم عن مشاعر الامتنان والعرفان للتضحية الكبرى التي قدمها شهداء دولة الإمارات فداء للوطن وذودا عن حياضه ومكتسباته، معربين عن الفخر بالتضحية الوطنية التي قدمها شهداء الإمارات لأداء الواجب، ومجددين في هذا اليوم لقيادة الوطن الولاء والانتماء لترابه الطاهر. يعتبر يوم الشهيد عن قيم الوفاء في المجتمع الإماراتي قيادة وشعبا، فقيادتنا الرشيدة تثمن تضحيات أبناء الوطن وعطائهم في مختلف مواقع العمل الوطني، حيث ستظل دولة الإمارات بأبنائها البررة عونا للأشقاء مهما كانت التضحيات. الزميل سلطان العودة والتفاصيل في سياق هذا التقرير. يوم الشهيد هو يوم عز وشموخ نستذكر من خلاله شهداءنا البواسل الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل رفعة الوطن ونصرة المظلومين.
حيث سطروا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم الزكية أسماءهم بحروف من نور دفاعا عن الوطن والأمة أجمع. فيوم الشهيد الموافق 30 من نوفمبر من كل عام يذكر شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم عن الوطن الذي تشبعوا من عزه وكرامته بمعاني النضال والبطولات، وتربوا ونهلوا من معينه الفياض حتى غرسوا في نفوس أبنائنا حب الوطن وقيم الولاء والتفاني والإخلاص من خلال الانتماء المتجذر في نفوس أبناء دولة الإمارات التي تحلوا بها، وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولات والعطاء وميادين الواجب دفاعاً عن الوطن. نحتفل اليوم بشهدائنا الأبطال الذين قدموا دماءهم وأرواحهم الزكية من أجل نصرة الحق وترسيخ دعائم السلام والاستقرار وتحصين الإمارات ضد الطامعين والمتربصين، ليؤكد هذا اليوم بأن دولة الإمارات مشهود لها بالمواقف المشرفة لنصرة الأشقاء والوقوف مع الحق ودحر الظالم وإغاثة الملهوفين والمتضررين، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ دولة الإمارات وأن يديم الأمن والأمان. تم اليوم بساحة مبنى سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة أبوظبي وبحضور سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين بالسفارة تنكيس العلم اليمني تزامنا مع يوم الشهيد الذي يكرس فخر واعتزاز الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بتضحيات الشهداء الأبرار من أجل إعلاء راية الوطن ومناصرة القضايا العادلة والشرعية اليمنية. ويأتي احتفال السفارة بهذه المناسبة تعبيرا عن وقوفها ودعمها لأسر وذوي الشهداء وتقديرها لجهودهم المخلصة في تنشئة أبنائها على قيم حب الوطن والتضحية والفداء. وبهذه المناسبة كان سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة قد أدلى بتصريح في هذه المناسبة. وبمناسبة الذكرى 46 اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أرفع إلى القيادة والشعب دولة الإمارات العربية المتحدة أجمل التهاني، ونسأل الله تعالى أن يعيد هذا العيد على هذا البلد والشعب بالخير والعز والأمان. بالنسبة ليوم الشهيد أيضا اسمحوا لي أننا في هذا اليوم أن نحيي شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين جميع شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنهم الشهداء الذين سقطوا في أرض اليمن. هذا اليوم يمثل بالنسبة للجمهورية اليمنية الكثير. هذا اليوم يوم العرفان، هذا اليوم يوم العز، هذا اليوم يوم الفخر. الشعب اليمني لا يمكن أن ينسى أبدا تضحيات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إعادة الحق إلى أهله وفي سبيل عودة الشرعية. من الشأن اليمني إلى شأن القطري، أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التصريحات العلنية للدكتور محمد المسفر الأكاديمي في جامعة قطر مستشار أمير دولة قطر، والتي دعا فيها لارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، داعية المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة الخواص بالتحرك العاجل لمواجهتها. وقالت الجمعية في بيان لها إنه خروجا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة الذي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها وعدم التمييز بالمعاملة بينها سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة أو غيرها، وعلى الدول الأعضاء التي قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها من خلال نصوصها التشريعية، واستنكارا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحفظ وصيانة حقوق الإنسان والاعتراف بكرامته المتأصلة، إنما هو أساس الحرية والعدل والمساواة والسلام في العالم. فإن الجمعية تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك تسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي،
ولما كان الدكتور محمد المسفر الأكاديمي في جامعة قطر مستشار أمير دولة قطر قد وجه بتاريخ 8 من شهر أكتوبر الماضي دعوة خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي القطري إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات لنظام الحكم في قطر. والآن مشاهدينا نتابع درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد بمشيئة الله تعالى. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرة الأخبار، والآن نترككم مع كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حول يوم الشهيد. في يوم الشهيد نتذكر شهداءنا الأبرار الذين رحلوا عنا بأجسادهم الباغون معنا بتضحياتهم وأمجادهم. الشهيد هو الرمز العزة والمجد والنموذج الخالد للوفاء والعطاء والمثال الرائد والفريد للتضحية والفداء. إننا مهما قلنا من كلمات أو قدمنا من مقالات فلن نوفي الشهيد حقه بأي حال، وكيف يكون الأمر غير ذلك ونحن أمام نخبة كريمة من أبناء الوطن الذين وهبوا حياتهم في سبيل تحقيق العز والأمن والأمان لنا جميعا في الإمارات. وضربوا لنا المثل في أن الموت في سبيل رفعة الوطن والوفاء لقيمه ومبادئه هو أنبل تضحية وأعظم واجب والشرف. إننا نقول اليوم أن شهداء الإمارات هم أحياء في قلوبنا جميعا، وهم دليل دائم على عظمة هذه الدولة العزيزة، تلك العظمة التي تتجلى في هؤلاء الرجال الأبطال وأرواحهم الطاهرة الراضية المرضية التي تحلق في سموات الإمارات كلها. إننا في يوم الشهيد ونحن نترحم فيه على أرواح شهدائنا الأبرار، وندعو الله أن يتقبلهم في جنة الخلد بإذن الله، فإنما يملؤنا الفخر والاعتزاز تضحياتهم التي تجسد أمامنا حب الوطن والذود عن مصالحه وتقديم الحياة ذاتها في سبيله. نحن اليوم يوم الشهيد نتدبر كيف أن شهدائنا الكرام قد أعطوا حياتهم في سبيل أن نحيا جميعا أحرار أعزاء وسبيل أن تحيا الإمارات وهي قوية بالمبادئ السامية التي تشكل مسيرتها. نحن في يوم الشهيد نرى عظمة الإمارات في تضحيات شهدائنا وفي حرص
الإمارات كلها على تمجيدهم والاحتفال بذكراهم العطرة في يوم الشهيد. نتذكر باعتزاز كبير أفراد أسر الشهداء الأبرار، آبائهم، أمهاتهم، زوجاتهم، أبنائهم وأخوانهم وأعضاء المجتمع المحيط بهم. نعتز ونفتخر بصبرهم وبصلابتهم وقناعتهم بأن الشهيد حي لا يموت، وأنه دائما نبراس مضي لشعب الإمارات ومبعث عز وفخار لأهله ووطنه ومصدر قوة وعزم لأبناء الإمارات جميعا. أننا في يوم الشهيد نحتفي كذلك بالقيم والمبادئ التي تشكل مسيرة قواتنا المسلحة الباسلة، وهي قيم الولاء والوفاء وإداء الواجب وتحمل المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن فوق كل شيء والتصرف بالشرف ونزاهة ورحمة وشجاعة. شهداء الوطن الأبرار هم بحمد الله تجسيد حي لكافة هذه القيم، وقاموا بأعمال بطولية عظيمة في نشر العدل ومكافحة الظلم ومساعدة المحتاج وتوفير الحياة الآمنة للجميع. تحية لقواتنا المسلحة في يوم الشهيد، نرابط معهم وندعمهم ونعتز بما يمثلونه من قيم راسخة ومبادئ نبيلة، ونشكرهم كثيرا على تضحياتهم الغالية في سبيل الوطن. إننا في يوم الشهيد في إطار ذلك كله نقدم الوعد والعهد لقادة الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. نقدم لهم الوعد والعهد ببذل كل ما نستطيع خدمة لهذا الوطن المعطاء، ونؤكد لسموهم جميعا أننا في الإمارات نحمل في أعناقنا دينا كبيرا لشهدائنا الأبرار، وأن هذا الدين يتطلب منا جميعا أن نتذكرهم وأن نسير على خطاهم وأن نعمل بكل جد وعزم وإخلاص من أجل تأكيد أهداف الوطن والقيم التي يحرص عليها والتي في سبيلها قدم شهداء الوطن حياتهم، تعبيرا عن حبهم العميق لهذا الوطن وما يمثله في العالم من نموذج رائع في التقدم في البناء ونصرة قضايا الحق والسلام. رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، نحتسبهم عند الله فهو وحده الملاذ والملجأ
وندعوه سبحانه وتعالى من قلوب خاشعة وصدور مؤمنة أن يتغمدهم برحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والصالحين. عاشت لنا ذكراهم وهم القدوة والمثال، ونستمد منهم دروس العز والفخار، وأعاننا الله على أن نسير على نهجهم، نفي بالعهد وننصر الحق ونعطي بالأحساب ونقدم أرواحنا فداء للإمارات. والله سبحانه هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ردنا لكم مشاهدينا، ومثل ما تشوفون طبعا أمامكم على الشاشة مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أمامكم للتواصل ويانا، ومن ضمنها أيضا رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، ونحب إن شاء الله تواصلون ويانا ومن خلالها نعرض تواصلكم. التاريخ تضحيات من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل اللي قدموا أرواحهم دفاع عن عزة الأرض وشعبها، تكريم لبطولات هلا الشهداء وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ كرامته ومشاعر التقدير والاعتزاز. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر أبناء الشهداء المتفوقين يرافقهم ذويهم، وهما في فئة ممزوجة بالفخر بتميز وتفوق أبناء الشهداء وحرصهم على تحقيق النتائج المشرفة رفعة للوطن ولأبائهم ولشهداء الوطن الأبرار. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ سعادة خليفة بن هويدن الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا للحديث عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بأبناء الشهداء. حياك الله أستاذ الكريم. حياكم الله. الله يسلمك. حبيبك حي. الله يسلمكم. شر نحن قبل نخوض في هذا الحوار عندنا تقرير صغير، ومن بعد التقرير بنرد بنكمل حديثنا إن شاء الله. إذا مشاهدينا هنطلع معاكم هذا التقرير اللي أعده لنا الزميل أيمن مصبح. حظيت القوات المسلحة باهتمام خاص منذ قيامها في 2 ديسمبر عام 1971، ويعتبر تطور القوات المسلحة تجسيدا للنظرة الثاقبة للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتكون الدرع الواقي لشعب دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. في عام 1971 توحدت القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، فسخرت لها كل الإمكانات اللازمة لتحديثها وتطويرها على مدى سنوات طوال من خلال متابعة كل ما هو جديد من تقنيات وصناعات عسكرية، رفعت مستوى قواتنا المسلحة إلى أعلى المراتب. فحرصت قيادتنا الرشيدة كل الحرص على توفير وتسخير أحدث الأسلحة والأنظمة والتقنيات للقوات البرية، هدفها الأسمى هو حماية الأرض والحرص على نشر الأمن في جنباتها وبين أبنائها والمقيمين على أرضها. وأيضا حرصت القوات المسلحة على الاهتمام بالقوات البحرية والتي دأبت على حماية مياه الدولة الإقليمية وسواحلها وضمان فرض السيادة البحرية لدولة الإمارات الحبيبة. أما بالنسبة للقوات الجوية والدفاع الجوي فهم بمثابة الصقور التي تحمي سماء بلادنا من أي اعتداء، وبجهود أبنائنا المخلصين أضحت القوات المسلحة نموذجا للجيش العصري المعزز بالمعرفة والمهارة والقدرة التي تجعل منا درعا للوطن وحاميا لدولتنا. تشارك القوات المسلحة الإماراتية بدور هام وفعال في اليمن من خلال عملية إعادة الأمل، وذلك من منطلق الالتزام بأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الحفاظ على وحدة اليمن الشقيق واستقراره. وقد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تخليد ذكرى شهداء الوطن الأبرار تقديرا ووفاء وعرفانا لما قدموه من تضحيات بعدما جادوا بأرواحهم الطاهرة تأدية للواجب الوطني.
كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 27 من سبتمبر من عام 2015 بإنشاء نصب تذكاري للشهداء في مدينة أبو ظبي ليسمى بذلك واحة الكرامة لتظل ذكرى لشهداء الوطن البواسل. رحم الله شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى راية وطننا الغالي عالية خفاقة في سماء العز والمجد. أريد أرحب فيك يا طبعا سعادة خليفة الكتبية، هلا ومرحبا. طبعا هذا يوم مجيد ونحن كلنا يعني خلينا نقول غير ان نحن ممكن نزعل في هذا اليوم لكن نحتفل فيه في نفس الوقت. نحن يوم ندخل خيمة عزاء او يكون موجود ونشوف علمنا مرفوع في العلالي نفرح في هذا الشيء، فهو فخر لنا. ماذا يعني لكم يوم الشهيد؟ بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الشهيد هذا اليوم اللي نحن يعني نقف الجلال وكبار اللي هؤلاء الرجال الأبطال اللي ضحوا في سبيل الوطن. نعم. في سبيل الله سبحانه وتعالى أولا وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته للأمر. هؤلاء الرجال نقف لهم ساعة أو دقيقة نقرأ عليهم الفاتحة ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يتقبلهم اللهم من الشهداء وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. هؤلاء اللي يعني ضحوا لأجل الوطن، فهذا اليوم يتكرر سنويا علينا وعلى الخير اللي قدموه في سبيل إسعاد هذا الوطن وإسعاد هاي القيادة بما قدموه من يعني أكبر ما يستطيع أن يقدمها الإنسان وهو قدم روحه. نعم. نعم. يعني هذا 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 الحب وهذا العطاء اللي جاء في نفوسهم ما جاء من فراغ. هؤلاء الأبطال إنما تربوا في مدرسة زايد اللي علمهم كيف يحبون القيادة، كيف يحبون ولي الأمر، كيف يحبون دولتهم. أسس هذا الدولة ومع أخوانه حكام الإمارات على الطيب وعلى الخير، وكان يأسس الإنسان قبل المكان. نعم. صحيح. وكان يغرس في نفوس أبنائه المواطنين حب الدولة وحب التضحية وحب أنه يقدم للدولة ما يستطيع وأنه يخدم هاي الدولة ويطورها وأنه يعني يرفع علمها خفاق في كل المحافل سواء في دولة الإمارات أو في خارج دولة الإمارات. نعم. وهذا الشيء أسس منهج وسلوك وحياة لأبناء هاي الدولة لحب قيادتهم ولحب دولتهم من بداية الاتحاد سنة 1971 على يد المغفور له طيب الله ثراه. آمين. واسكن فسيح جنات الشيخ زايد. الشيخ زايد يعني فضله يعني عم مو بلا الإمارات، خارج الإمارات. نحن هذا الشيء تربينا فيه وربينا أبنائنا وأبناء دولة الإمارات كلهم على هذا النهج وعلى هذا الحب، لا زالوا يعني عايشين الحمد لله ولا زالوا يضحون. فهذا النهج ما جاء من فراغ، إنما جاء بناء على سنوات هيئها الشيخ زايد رحمة الله عليه الله يرحمه طيب الله ثراه في نفوس أبناء المواطنين، حتى ترى أنه المواطن المصاب يتمنى أنه يرجع للمعركة مرة ثانية. نعم. ويقول مو مشكلة هموت شهيد في سبيل أني أرضي الله ثم ولي أمره. هذا الحب يعني في قلوبهم هذه الأبناء وهذه الرجال وهذه الأبطال، يعني نحن نشكر الله عليه أن أوجد في هاي الشعب لحمة ومحبة ما بين القيادة وما بين الشعب. طيب سعادة خليفة، يعني أكيد هناك مسؤولية حكومية توازيها مسؤولية مجتمعية طبعا عن أبناء الشهداء. الحكومة ما قصرت طبعا. نعم. فنحن نتكلم عن هذا الواجب. مسؤولية الجميع مثل ما تفضلت، اللي هي مسؤولية
حكومية ومسؤولية مجتمعية. الحكومة جزاهم الله خير يعني بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه طول عمره ويحفظه، سوى لهم يعني مكتب خاص بالشهداء أكيد وأسر الشهداء يتواصلون معهم مع أسر الشهداء ذويهم من آباء أمهات واحتياجاتهم ومطالبهم وكيف سير أبنائهم في الدراسة وكيف سيرهم في أعمالهم والاحتياجات اللي هم يعني جزاهم الله خير لم يدخروا يعني جهدا ولم يبخلوا بمالا في سبيل أنه يوفرون لهاي العائلة ما يحتاجه. أما المجتمع طول عمرك فهذا واجب علينا أن نحن نفتخر بهذا الشهيد اللي رفع روسنا واللي يعني قدم روحه وأبنائه يكونون نحن نفتخر فيهم أبناء الشهيد وهم يفتخرون بما قدمه أبوهم. هذه لا ما حيوا لهم ولأجيالهم طبعا القادمة أن أبوهم مات شهيد، سيرة فخر، فهذه يعني مفخرة ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلهم إن شاء الله. آمين. اللهم آمين. سعادة خليفة، يمكن يعني فقدان شيء غالي عليك إن كان أب أو أخ أو أحد أفراد أسرتك يمكن يأثر وايد في 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 قلوب كل الناس، مو مجرد بس العائلة، فما بالك لو كان ولدك أو بنتك يعني فلذات الأكباد، يمكن يأثر فيهم أكثر وخصوصا إذا كانوا صغار. ولكن رؤية حكومتنا ورؤية شيوخنا الله يحفظهم كان لهم رؤية خاصة من منظورهم لتكسير حاجز الخوف هذا، أن لا أنت أبوكم أو أحد من أسرتكم توفوا ولكن نحن احتضرناكم أكثر من أبناء. كيف تترجم هذا الشيء؟ والله شوفي، الشهيد لما يصل خبرة أنه استشهد، صحيح أنه فقده في قلوبنا يعني يأثر، نعم، أن فقدنا عزيز، لكن ما فقدناه في 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 شارع أو في مرض أو في هذا، فقدناه في عزة، نعم، فقدناه في 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 تضحية، فقدناه في كرامة، وهذه الكرامة اللي الله سبحانه وتعالى استخاره والله سبحانه وتعالى أعطاه هاي الدرجة وأعطاه هذه المكانة العظيمة عنده. نحن نقول هذا ما مات، هذا حي عند الله سبحانه وتعالى. أكيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحيان عند ربهم يرزقون. أكيد. فقيادتنا من يصير الخبر يكون تهتم حكامنا، حكام الإمارات يزورون أسر الشهداء في العزاء، نجدهم متواجدين حريصين على الوقوف بجانب أسر الشهداء وأبناء الشهداء واحتضانهم والحضور لهم في خلال الأسبوع هذا كامل في العزاء، فهذا يعني يوفر في قلوبهم الطمأنينة والراحة بما يعني حضورهم، حضور يعني حاكم الإمارة، حضور محمد الشيخ محمد بن زايد، حضور الشيوخ المسؤولين الوزراء يعني كبار القوم يوقفون في جانبهم يعزونهم، فهاي يعني يحسون فيها أنها مفخرة لهم أن هذا اللي قدمه أبوهم قدم شيء عظيم، نعم، لهذا الوطن. تنزع منهم الخوف، تنزع، نعم، منهم الحاية، ينزع منهم أمور كثيرة وتجعلهم يعتزون. زين، احنا أيضا شفنا بأعيننا يعني أن أبناء الشهداء يمتلكون عزيمة وإصرار كبيرة جدا على إكمال المشوار اللي قام به أبائهم من نعومة الأظفار إلى شباب كبار ما شاء الله عليهم. فهذا الأمر طبعا يزيد المسؤولية علينا نحن مجتمعيا على أمانتنا تجاههم. فشو المفروض علينا كمجتمع أمانة لأبناء الشهداء؟ نحن كأبناء المجتمع يعني ونحن نرى هذا ابن الشهيد نحن نفتخر فيه ونحن نجله ونقدره ونعطيه المكانة الطيبة. أبناء الشهيد هذه لا يعني أبوهم اللي قدم الغالي والنفيس لخدمة وأمن وأمان الدولة ورفعت شانها. هذا الرجل اللي قدم هذا الشيء لابد أن نحن أن نقدر أبنائه، نعم، ونحترمهم ولهم مكانة ولهم يعني منظور كبير في قلوبنا، نعم، لهاي الأبناء اللي أبنائنا ليس أبناء الشهيد فقط ولكنهم أبنائنا جميعا، نعم.
نحن نفتخر فيهم. في صورة جدا جميلة سعادة خليفة اللي هي شيخ محمد بن زايد الله يحفظه تلاقى ويا عيال الشهداء ودائما في مقولته نحن فخورين فيكم وأنتم يعني مستقبلنا وأنتم رؤيتنا وأنتم أبناء الشهداء الغاليين على قلوبنا. فيمكن الكلمات هذه تعطيهم الأمن والأمان والتقدم وبالعكس يمكن تعطيهم دافع أن يكملون مسيرة الشهداء إن كان حد من أفراد عائلتهم أو آبائهم. فماذا تقولون في هذا؟ في إصرار دائما الشيوخنا أن نحن معاكم، نحن وياكم، نحن دائما في مقدمتكم. والله في هاي الساعة نحن نشكر صاحب السمو الشيخ محمد الله يحفظ بن زايد. نعم. الله يطول عمره ويحفظه. اللهم طيبة قلبه وسخاته واحتضانه لأبناء الشهداء وحضوره جميع مجالس العزاء. نعم. وحضوره مع أبناء الشهداء وأسر الشهداء ذوي الشهداء دائما يعني يحرص على أنه يكون يشجعهم، يحرص أنه يكون تواجد معهم، يحرص أنه يلتقي معهم سنوي في مجلسه. محمد بن زايد طول عمره ما يعني ما ذخر ذخيرة في سبيل أنه يعيشهم العيشة الكريمة والسعيدة ويبحث في احتياجاتهم. محمد بن زايد يعني فخر لأبناء الشهداء أن يحضر محمد بن زايد ويجلس معاهم ويصور معاهم ويسأل عن أحوالهم. نعم. هذا السؤال ليس فقط في العزاء ولكن هذا السؤال ديدا اللجنة المختصة وهو سنوي يجتمع معاهم ويرى متطلبات. أكيد طبعا يعني هناك قرار من سمو الشيخ منصور بن زايد بإعفاء أبناء الشهداء بالرسوم الدراسية أو كل حاجات الدراسة من العام إلى نهاية دراستهم بالكامل يعني، وهذا ليس بغريب على دولة الإمارات لأن هذه مبادرات موجودة مع كثير من الناس في دولة الإمارات، ولكن نحن لأي مدى أيضا بحاجة لمثل هذه المبادرات اللي تعزز من طبعا إمكانية أبناء الشهداء وضمهم تحت جناحنا دائما وإبقائهم في هذا المحيط اللي هم بحاجة له دائما يعني. والله في هذه الساعة نحن نشكر صراحة الشيخ منصور بن زايد على هذا القرار الصائب، ويسعد أبناء الشهداء وأسر الشهداء اللي ما قدمه من عفو عن هاي الرسوم، وهذا يشجع الشهيد أنه له نظرة وله قبول. نعم. وله مكانته يعني. ونحن نتمنى أن باقي الوزارات وباقي الدوائر وباقي المؤسسات سواء الوطنية أو المحلية نعم. تحذو هذا القرار الصائب اللي جاء في محله ويقدر هذه الفئة المميزة اللي أباءها خدمة الوطن هذا القادم. أرفع من شأنهم وأرفع من شأن الجميع إن شاء الله يا رب. نعم. شكرا لوجودك معنا ما قصرت ونتمنى لك كل التوفيق. كرمكم الله. الله يحفظك رب كل الشكر. إذن نشكر سعادة خليفة بن هويدن الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا. هنطلع معكم فاصل ورد لكم.